عايزين تخرجوا خروجه حلوه وتستمتعوا بيها وتلفوا مصر كلها باقل التكاليف، كملوا معانا الفيديو للاخر عشان تعرفوا الخروجه الجميله دي كلفتنا قد ايه. النهارده في هذا القطر العجيب، قطر غريب قوي، يعني نشوف في حاجات اول مره نشوفها. ايوه بالظبط، رحله جديده من رحلات المكتشف والمكتشفه. حلو ده، اول مره يطلق عليا الاسم ده. من اهم الحاجات اللي ممكن تعملوها في الخروجه بتاعتكم ان انتوا تخرجوا مع ناس انتوا بتحبوها، وناس مريحين، وناس تتبسطوا انتوا معاهم. احنا يعني والله احنا عايزين نبعت شكر خاص لنرمين حقيقي على استضافتها لينا في بورسعيد، باين هي ماشيه التور جايد بتاعنا بقى. نرمين خدتنا على طول عشان تفطرنا من تشيمني كيك، المكان اللي عامل اختراع مش موجود في أي حتة في مصر. حقيقي اللي تشيمني تحفة جدا، وهيعجب جدا الناس اللي بتحب تفطر حاجات خفيفة على الصبح. احنا يدوب جربنا بس التركي والهوت دوج والبيف، وحقيقي آخر عظمة. مش عارف كلنا باين فقدنا النطق ولا ايه. بعد ما فطرنا كان لازم نروح واحده من اجمل الجناين في بورسعيد، حديقه فريال. واللي ما راحش فيكم بورسعيد هيلاقي في كل منطقه حديقه جميله مليانه خضره وورود، والاهم نظيفه. مشى في الزمن محشي طاقة وعندي أمل عبقري ومثير للتعب. بعد ما اتصورنا صور حلوة كتير، لو عايزين تشوفوها هتلاقوا اللينك بتاعنا على الانستجرام في وصف الفيديو. نرمين على طول بعدها قالت لنا لازم نروح جلال كافيه. ليه يا نرمين؟ قالت لنا عشان نجرب مشروب خطير واختراع جديد جدا جدا. عارفين ايه اللي احنا بنشربه دلوقتي؟ احنا مش عارفين، بس يعني نرمين اقترحت ان احنا نشرب المشروب العجيب ده، عباره عن جيلي كولا. الناس بتحب جيلي كولا ده. انا دوقي بقى وقول لنا رايك. انا مع اول شفته بس جيلي كولا صغيره جميل قوي، يعني تشرب يعني كيسه ده تشربه. اختراع حلو، يعني ننصحكم ان انتوا تيجوا تجربوه. طبعا استنوا باقي الفيديو معانا عشان لسه اليوم بيبتدي، ونرمين يعني الله يسامحها. دلوقتي من ديلي سيبس ومن الممشى بتاع بورسعيد هنروح من قارة افريقيا لقارة اسيا، خليكم معانا.
بورسعيد من اول ما هتيجوا بورسعيد هتحسوا ان انتوا بتشموا هواء مختلف. الشوارع نظيفه، الاماكن متقسمه بشكل حلو جدا، المدينه هاديه جدا. الناس اللي حابه تفصل لازم تيجوا بورسعيد. بورسعيد حلوه جدا والله. طالعين المعديه عشان من قاره افريقيا بورسعيد الى قاره اسيا في بورتغال. الجو لطيف والدنيا منظمة، كل حاجة كده في مكانها حلوة قوي. بص يا أسامة، هو أحلى حاجة في وادي الهدوء، يعني الناس اللي بتحب الهدوء هتلاقي نفسها هنا في وادي الهدوء، هادية جدا تمام عكس بورسعيد شوية، فهتلاقي الدنيا هنا إيه، عايز تهدي اعصابك تعالى بول فؤاد. انا بحب بول فؤاد جدا، انا كنت متربيه فيها من وانا صغيره، فالوضع هنا اهدى واروق كده. انا مش عارفه مروان طباها ايه. انا حبيت برضو بول فؤاد قوي، بس بحس ان الهدوء يعني ليه اوقات معينه يعني، فبول فؤاد في اوقات وبورسعيد في اوقات. بعد دلوقتي يلا نركب المعديه دي ونرجع بقى بورسعيد. اجمل لحظه في خروجتنا واحنا على المعديه، اللحظة اللي رجعنا فيها أطفال وإحنا بنرمي الأكل للطيور النورس. الموضوع لازم تعملوا حركه دي، هاتوا قش فينو 5 جنيه ولا اكتر زي ما انتم حابين، وتستنوا الساعه دلوقتي كام؟ 3:30 مثلا او اكتر من كده كمان، هتلاقوا ان هم استنوا احنا راجعين. خليكم معانا. هم بيشوفوا بقى. ويعني منهم من فوق قوي ف بيشقطها من فوق. اه. شكلهم حلو جدا. بعد ما كانوا بقى بصوا تلاقيهم راحوا. لكم أن تتخيلوا يا جماعة أن المكان ده هو المكان اللي بيباع فيه الخضار في بورسعيد. متخيلين يعني ده مش بنك ولا شركة ولا مدرسة انترناشنال ولا مثلا شركة سياحة ولا جامعة خاصة ولا الحاجات دي كلها، ده مكان بيباع فيه الخضار في بورسعيد. الناحية التانية سوق السمك اللي بيباع فيه السمك، مجمعين كل الناس اللي بيبيعوا سمك وحاطينهم في المكان العظيم ده.
والناس اللي عايزه تاكل لازم تيجي هنا. السوق متقسم مكان هتشتروا منه السمك ومكان تاني الناس بتنظر السمك ومكان تقعدوا وتاكلوا. فاحنا هنعمل كده يا جماعة. وهو مستني الاكل يجهز. خلاص جبنا السمك وجهز ودينا دلوقتي يتجهز ويجي معاه بقى الرز. احساس جميل كده وانتوا شايفين الحاجة قدامكم طازة وراحة عند حد وجاية عشان تاكلها. خلاص تاكلي ايه؟ جينا سلسبيلة بعد ما اكلنا ولازم كان لازم يعني ناكل حاجة حلوة. واشهر حاجة في بورسعيد الفتة اللي عملت سلسبيلة. الكاساتا البورسعيدي الاشهر في مصر والدول العربية. ابدأ منين؟ بسم الله. دوتي ليه؟ شوف ده. انا دوتي ده. اول حاجة هنحس بطعم نوجة. في نوجة؟ انا حاسس بطعم حلو بس مش عارف هو ايه. ايس كريم بس بقى بيه. ايه ده بقى اللي فوق؟ حد يغششني. هو في نوكا وفي مانجا شوكولاته ودي بقى مش عارفه ايه يعني فيها ميكس كده حاجه ميكس فانيليا على حاجه. انا المهم ان هي عجباني. المهم ان هي طعمها حلو. هي عباره عن ايه بقى؟ هي ميكس ايس كريم تمام فانيليا وشوكولاته ومانجا واللي فوق دي قشطه فيها مكسرات. يعني اختراع. ميكس اختراع لازم تجربوه. وب 10 جنيه. الحقيقه خروجه ما تتنسيش بصحيح، لازم تجربوها. عشان كده لو عجبتكم الخروجه دي ما تنسوش تعملوا شير ولايك وتكتبوا لنا في التعليقات تحبوا نروح فين المرة الجاية.